من ناحية الذكرى 13 للإعثار والثورة التونسية تحت شعار شغل حرية كرامة وطنية، وهذه فرصة بالنسبة لي باش نرحموا على الشهداء الأمنيين والعسكريين كل القطاعات والمواطنين الأبرياء الذين توفوا في هذه الثورة لغاية لهم إلا الحرية. وطيله 13 سنة هناك أهداف الثورة يجب تحقيقها، وبين هذه الأهداف هو القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد، الفساد الإداري والفساد المالي. كما قال سيد رئيس الجمهورية، هي حرب ويجب أن نخوضها بكرامة. كما قال سابقا أنه مشروع شهيد، نحن مشروع شهداء. وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بخالص التعازي لموتى الذين نعتبرهم شهداء ونحتسبهم عند الله شهداء، الذين توفوا البارحة تحت أنقاض السور نتيجة للإهمال، وأقولها وأعيدها للإهمال. وكل أحد أثبت مسؤوليته في هذا سيحاسب، والحساب يكون شاملا. وسنخوض هذه الحرب بكرامة كما قلت، الحرب ضد الفساد كما قال سيد رئيس الجمهورية. لا يمكن أن نلعب بقوت الناس بمقدرات الدولة وبأرواح القيروان. هذا يوم مبارك ينزل فيه رحمة ربي سبحانه وتعالى، وهو المطر وهو الغيث النافع، ونحن إذ نحتفل بالذكرى 13 لاندلاع الثورة التونسية المباركة، ثورة الحرية وثورة الكرامة وثورة الشغل وثورة التضحية، فإننا منهن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداء هذه الثورة، سواء كانوا من رجال أمن أو جنود أو حرس أو مواطنين، لأن كلهم شهداء، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وكذلك البركة إن شاء الله في أبنائهم وفي ذرياتهم وفي نحن الباقون. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.